برحب بحضراتكم مرة تانية. لسه البيت الكبير مستمر مع نجم من نجوم الأهلي السابقين، تألقوا مع النادي الأهلي، الآن موجود كمدرب لفريق سموحة مع المبدع أحمد سامي، وهو الحقيقة نجم هاني العجيزي. بصراحة فريق سموحة عامل شغل كويس جدا، بيقدم مستوى رائع مع الجهاز الفني الموجود حاليا. النهاردة هنتكلم كمان عن ده وعن مشوار الأهلي أكيد في دوري الأبطال، وبالتحديد لقاء الأهلي مع فيتا كلاب يوم الثلاثاء اللي جاي، وهنتكلم عن مشوار سموحة في الدوري وعن طبعا تجربته التدريبية دي، أكيد تجربة خاصة جدا. يا كابتن حني منورنا في البيت الكبير. منورك يا سلام، أنا سعيد أنا موجود معاكم النهاردة. و حبيبي طبعا كابتن هاني، طبعا يعني بقول كل سنه وانت طيب. انت طيب عقبال 100 سنه يا رب دايما كده ومنور الدنيا. حبيبي هاني طبعا مشرفنا في بيتك البيت الكبير. زي ما قالت سهام، مشوار سموحه في مستوى الدوري اعتقد ماشيين بمستوى اكتر من رائع. بنقول لك طبعا مبروك على الفوز الكبير على اسوان 5-0 في مباراه رائعه. هنأجل شويه الكلام على ملف الدوري وخلينا في الاهم، مباراه النادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي في دوري الابطال. شايف المباراة ازاي يا هاني من حيث اللعبكة على مستوى المجموعة؟ المجموعة دخلت في حزبة بيرما، شايف المباراة ازاي من الناحية ديت ومن الناحية كمان الفنية للنادي الأهلي؟ أكيد طبعا. بص يا كابتن هاني، أكيد الماتش الأخير بتاع فيتا كلوب اللي كان عندنا في القاهرة ده أكيد بوظ حسابات النادي الأهلي بشكل كبير جدا. المباراة كانت في متناول النادي الأهلي، لكن الحكم طبعا المغربي كان ليه رأي تاني خالص أو رأي مختلف. أنا شايف إن ظلم النادي الأهلي بشكل كبير جدا. النادي الأهلي عمل مباراة للتاريخ تقريبا. لو أنا شفت إحصائية المباراة بعد المباراة، النادي الأهلي تقريبا من المباريات القليلة جدا اللي وصل للجول بالشكل ده. يعني تقريبا في تاريخ النادي الاهلي في بطوله افريقيا في دوري المجموعات يوصل للمره بالعدد الكبير ده، وكميه الفرص اللي ضاعت في المباراه دي. انا شايف ان النادي الاهلي كان استحواذ تام على المباراه كلها. اداء كان جيد، بتصنع اهداف، بتضيع اهداف، جبت اهداف، كل حاجه اتعملت في المباراه دي. انا شايف النادي الاهلي كان قدم مباراه كبيره جدا، لكن سوء التوفيق وطبعا عدم تقدير الحكم المغربي طبعا ضربه الجزاء ادت للتعبله اللي حصلت في المجموعه طبعا. لكن النادي الاهلي لو كان كسب المباراه دي تقريبا المباراه يعني صعود النادي الاهلي كان هيبقى اسهل بكتير من دلوقتي. بس انا شايف ان يعني قدر الله ما شاء فعلا. شايف ان اللعيبه يعني النادي الاهلي متعود ان هو يتحط في مواقف زي دي. النادي الاهلي هيلعب هناك في فيدا كلوب في الساعه 3 ومباراه صعبه جدا، بس انا واثق في لعيبه النادي الاهلي ان هي هتعدي ان شاء الله المباراه دي ان شاء الله. يمكن النهارده اللعيبه والجهاز الفني والبعثه ومجلس الاداره كله اكيد بيفكر بشكل انه يحسم الثلاث مباريات اللي جايين علشان يتاهل من دور المجموعات. تفتكر ايه اللي المفروض الجهاز الفني يراقبه وياخد باله منه بشكل كبير جدا علشان يحسم بطاقه التاهل ان شاء الله؟ هو اهم حاجه طبعا ان انت سهام، ان انت الفرص اللي تجيلك لازم تستغل الفرص، حتى لو جالك فرصه واحده. كابتن انا عارف طبعا الكلام ده، ان انت بتلعب فرقه محترمه. انا اتفرجت طبعا على الماتش، وفرقه كويسه جدا، فرقه بتلعب جيم مفتوح، عارفه قيمه النادي الاهلي كويس قوي، وعملت حساب للنادي الاهلي فعلا في القاهره هنا. وبدليل ان هم كان بيدافعوا بشكل كبير جدا، ولكن هو زي ما قلت سوء التوفيق اللي حصل هو اللي ادى لنتيجه المباراه ان احنا نتعادل معاهم. لكن انا شايف ان النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب قعد مع اللعيبه قبل ما يسافروا وحفزهم ان هم المباراه دي لازم مفيش بديل عن الثلاث نقاط، وده فعلا دي الحقيقه. انت لازم تكسب المباراه دي، لان لو حصل حاجه لا قدر الله تعادل حتى هيدخلك في حسبه مش كويسه. سيمبا برده جاي لك، فرقه محترمه جدا وفرقه بتلعب كوره كويس قوي. المريخ برضو طالع بره. شايف ان المجموعه صعبه صعبه صعبه، من اصعب المجموعات اللي موجوده المجموعه بتاعه النادي الاهلي. لكن زي ما قلت الكابتن هاني، اللعيبه انا متاكد ان اللعيبه عارفه اهميه المباراه وهيقدروا ان هم يحفزوا نفسهم. وطبعا ده دور اللعيبه الكبيره برضو اللي موجوده في الفرقه، وده شفناه السنه اللي فاتت في البطوله الاخيره. الشناوي وكان دوره كبير مع كلامه مع اللعيبه، وليد سليمان، اللعيبه الخبرات اللي موجوده في الفرقه ليها دور كبير في الماتشات اللي زي دي. طب هاني خلينا من خلال خبراتك برضه على مستوى المباريات، مريت بظروف انتوا كلعيبه بقى قلتوا
ومالناش دعوه بقى الجهاز الفني بيقوم بدوره و و والجهاز ومجلس الاداره. دي ماتشاتنا احنا، دي مبارياتنا احنا، دي اللي احنا بلغه الكره حطينا نفسنا في مأزق، واحنا اللي هنطلع النادي منه. في الاوقات زي ديت بتتصرفوا ازاي؟ هل في موقف مر من خلال مشوارك اتحطيت انتوا في هذا الموقف قبل كده، وكان ردود افعالكم ايه جوه الفريق يعني بعيد عن الاداره الفنيه يعني؟ حصل، بس زي ما قلت لك يعني دور اللعيبه الكبيره مهم جدا. يعني احنا حصل الموقف ده في 2008، كنا بنلعب فرقه تقريبا من كونغو، وكان مباراه صعبه جدا. وفاكر ان الفتره دي كان ابو تريكه موجود ايامها، وبركات وعماد متعب وهو الجمعه، كان دايما بيتكلم مع اللعيبه وكان بيحفزهم ويقول لهم هي مباراه 90 دقيقه، هو المجلس الاداره بيوفر لك كل حاجه، بيهيئك ان انت تبقى ما فيش في دماغك حاجه غير المباراه، ان انت تركز في المباراه. نفس الكلام للجهاز الفني، الجهاز الفني برده بيشتغل معاك بشكل كبير جدا في الفتره اللي هي قبل المباراه باسبوع، بيهيئك نفسيا وبيهيئك بدنيا وبيهيئك فنيا، على اساس ان انت بتبقى نازل ذهنك صافي تماما ومش مركز غير في المباراه. لكن انت خلاص اول ما الحكم بيبدا خلاص الجهاز الفني ملوش دور، ان انت الموجود دلوقتي ولا المجلس الاداري دور. انت دلوقتي الموضوع في ايد اللعيبه، شايف ان اللعيبه محتاجه ان هي تبقى في مجهود مضاعف في المباراه دي بالذات، ظروف المحيطه المباراه، ان انت بتلعب الساعه 3 برده يا كابتن هاني وملعب صناعي. شفنا النادي الاهلي في ماتش سيمبا كان الاداء برده ما كانش هو المطلوب، الرطوبه كانت مؤثره الملعب، لكن النادي الاهلي متعود على ده. كابتن لعبت في الضغوطات ديت بعيدا عن الفنيات، انت لعبت في تحدي في صعوبات زي ديت، جو درجه حراره مرتفعه، رطوبه، بنتكلم على ترتان، لعبت على ترتان قبل كده؟ طبعا اكيد مفيش لاعب كوره ما لعبش على ترتان. لا الموضوع مشكله في الاصابات. طبعا الموضوع صعب. احنا في مباريات كنا بنيجي نسافر فيها بركات ما كانش بيسافر معانا، لانه هو كان عنده مشكله تقريبا في ركبته او حاجه، فكان ممنوع ان هو يلعب على النجيل الصناعي. لا النجيل الصناعي طبعا مشاكله كبيره جدا، يعني مشاكله كبيره، وخاصه الجيل القديم. انت عارف يمكن النجيل الصناعي الجيل الجديد شويه بيبقى مختلف، بيبقى تحتيه طبقه من سفنج شويه بيضطر، لكن النادي الاهلي هيلعب ترتان ما قال لك بقاله 9 سنين سامي قمصان قالها من شويه. الجيل القديم والنهارده كان في شكوى، مش شكوى من اللعيبه، لكن اللعيبه كانت متوقعه زي ما كنت متوقع ان يكون النجيله يعني المستوى النجيله الصناعي افضل شويه. لكن تاني بنقول ان دي مواقف بيتحط فيها النادي الاهلي بعيد بقى عن الشماعات ديت وبعيد عن الظروف الصعبه، ما حدش هيفتكر الكلام ده غير النتيجه يعني. اكيد انا كنت اتمنى برضو كابتن هاني ان مستر موسيماني كان يطلب ان هو مثلا، كان تقريبا في ملعب في مدينه نصر على ايامنا كان في ملعب نجيل صناعي موجود، كان موجود في النادي الاهلي في مدينه نصر. كنت اتمنى ان هو كان ممكن ان هو يعمل تمرين او اتنين، بس الكلام ده كان ايام الكلام ده كان ايام زمان برضو كمان. الوقت ضيق عليه بصراحه. بالظبط. يعني حسيت الملعب برضو كان اللعيبه محتاجه ان هي تاخدها، لكن احنا برضو في لعيبه صغيره موجوده في النادي الاهلي ما تعودوش على الاجواء دي، فالموضوع انا عارف ان هو بيبقى صعب عليهم شويه. عشان كده مسافرين النهارده، وعشان كده المفروض لوائح الفيفا، كنا بنقول لوائح كاف النهارده بتتكلم في ان لا يعني بيمنح للفريق اللي هيلعب على ترتان انه يتدرب مرتين، فالنهارده كانت مره ولسه في مره كمان، فافتكر ده بقى يعودهم شويه يعني شويه على قصه الترتان ديت وازاي يتعاملوا على الكوره. اكيد اكيد زي ما قلت لك يا سام، هو الموضوع دلوقتي في ايد اللعيبه، اللعيبه لازم خلاص الموضوع يعني اللعبه تركز كويس قوي، تقدر ان هي تريح جماهير النادي الاهلي، ان هي ترجع تاني النادي الاهلي لاول المجموعه. الموضوع انا شايف ان هو صعب شويه، لكن لعيبه الاهلي متعوده على الاجواء دي ومتعوده على الظروف دي. شفنا نادي الاهلي السنه اللي فاتت في البطوله الاخيره مر بظروف اصعب من دي، وكنت بتلعب نادي الزمالك في نهائي بطوله كبيره زي بطوله افريقيا، واللعيبه قدرت ان هي تبقى على قد المستوى وقدرت ان هي تتحقق بطوله كبيره زي دي وتفرح جماهير النادي الاهلي. وطبعا تقريبا شايف ان البطوله دي اغلى بطوله في تاريخ النادي الاهلي يعني. طبعًا. ان شاء الله انا متوقع باذن الله ان النادي الاهلي هيعدي المباراه دي. بكلمك بقى بلغه المدرب، انت دلوقتي مدرب كبير وان شاء الله نشوف حاجه كويسه في المستقبل. انت لو عندك مباراه زي ديت هاني وفرقتك بتلعب على النجيل الصناعي، هتقول لهم ايه فنيا؟ هتقول لهم تعملوا ايه وما تعملوش ايه فنيا؟ وانت عندك خبرات كلاعب ودلوقتي ما شاء الله مدرب ومدرب واعد باذن الله، تقول لفرقتك خلوا بالكم ايه اعملوا ده ما تعملوش ده؟ والله يا كابتن انا اول حاجه طبعا اخليهم يلعبوا الكره السهله،
لان انت الماتشات دي بتبقى الساعه 3 العصر طبعا بيبقى مجهودك البدني بتحتاج مجهود مضاعف، ان انت ازاي توفر مجهودك او تقسم توزع مجهودك على على مجريات المباراه كلها. اللعب السهل ان انت ما تجريش بالكره كتير، مظبوط. الناس اللعيبه بتمسك الكره لازم ان هي تخلص بالكره بسرعه، لان برضو هتلاقي عليك ضغط كبير من الفرقه الثانيه، والفرقه الثانيه عايزه تكسب وعايزه تجيب جول بالظبط. طول ما انت بتمسك الكره كابتن طبعا انت عارف الكلام ده، طول ما انت بتمسك الكره وبتنقل الكره الفرقه الثانيه بتعمل مجهود اكبر. بالظبط بالظبط، هتجري كتير وتبقى عايزه تقطع منك الكوره، وفي نفس الوقت لما تقطع الكوره عايزه ان هي تهاجم ثاني وعايزه تجيب جول، هي الضغط هيبقى على الفرقه الثانيه اكتر منك. فالنادي الاهلي لازم شخصيته تبقى حاضره في المباراه دي، حاجه مهمه جدا. لازم شخصيه النادي الاهلي تبقى موجوده في المباراه دي، ان انت نازل بطل افريقيا، ان انت بتتكلم في ثالث عالم، ثالث عالم للانديه، شخصيتك هتفرق، اللعيبه الكبيره لها دور كبير زي ما قلت قبل كده، ازاي ان انت يعني تمتص الحماس بتاع الفرقه الثانيه والجمهور، وخاصه هيبقى في جماهير، اعتقد هيبقى في جماهير كتير. بالظبط. فانا مستغرب برضو من موضوع الجماهير اللي في افريقيا ده، اشمعنى في افريقيا؟ اشمعنى الفرق يعني الفرق اللي احنا برضو سيمبا كان في جمهور، يعني ما فيش كورونا هناك ولا ايه يعني؟ لا هم شويه مش معترفين. دي على فكره دي قصص حقيقيه، يعني هناك ما عندهم انتشار الاوبئه، ده اللي بياخدوا منه انتوا كنتوا بتطعموا موضوع عشان انتشار الاوبئه ده. بشكل، لكن ما افتكرش ان كورونا في اعتراف منه جامد، بس ده بروتوكول طبي افتكر، يعني ده بيطبق على كل الدول يعني كله. مش بس شوف الدوري الانجليزي الدوري الاسباني مفيش جمهور، انا مستغرب جدا، مش عارف يعني موضوع غريب بصراحه، لكن جمهور او مش جمهور النادي الاهلي متعود على اي حاجه. هي دي بالظبط، ما هو ده من ضمن برضو الضغط اللي فريقنا ان شاء الله برضو هيواجهه، لكن احنا دايما بنقول معدن الابطال بيبان في الظروف اللي زي دي. افتكرت من كلامك كرنا كان دايما يقولها كابتن هاني، ان في الاجواء الصعبه اللي زي ديت المناخ يعني بتخلي الكره هي اللي تتعب مش اللعيبه. من وجهه نظرك بقى الفنيه، هو يلعب ازاي موسيماني؟ يلعب على قصه التمرير السريع ما بين اللعيبه علشان ما يمنحش اي فرصه مثلا لفيتا كلوب ان هي تحاول تهجم؟ يعني كلمني عن يعني شكل خطه موسيماني في اللعب. انت عايز طريقه اللعب يعني؟ كلمنا على طريقه اللعب. بص انا في نقطه كابتن كنت عايز اتكلم فيها برضو، ان النادي الاهلي لما لعب في سيمبا لعب باربعه ثلاثه 4-3-3 او 4-3-2-1. بالظبط. انا شايف ان اللعيبه يعني الموضوع بيبقى صعب عليها شويه، حته الثلاثه دي بتوصل اللعيبه ان هي في حاله دفاعيه. والنادي الاهلي برضو يعني في حاجه كده اتعلمتها في الفتره الاخيره دي او في فتره زمنيه قصيره، حته السيستم او حته ان انت بتعود لعيبتك على طريقه معينه او خطه معينه وتفضل ماشي بيها وتحفظهم. حته التحفيز برضو مهمه جدا جدا جدا. انا شايف ان النادي الاهلي خلاص، يعني النادي الاهلي طريقه 4-2-3-1 هي دي الاقرب للنادي الاهلي، وهي دي اللي النادي الاهلي بيعرف بيطبقها بشكل كبير جدا، واللعيبه قادره تستوعب كل واحد لعبها. عارف طريقه بالظبط، طريقه الفرقه معدوله يعني بالظبط. بالظبط. فانا شايف ان الطريقه دي النادي الاهلي شغال بيها كويس. لما بيجي يغير النادي الاهلي الطريقه الخطه بتاعته او طريقه اللعب بتاعته بيبقى فيه شويه دربكه او فيه شويه يعني مفيش نظام اكتر يعني، او مفيش مثلا الاستيعاب بتاع اللعيبه بيبقى صعب شويه. حتى يعني شفناها في مباراه سيمبا النادي الاهلي والثلاثه في نص الملعب كان في حاجه غلط، يعني مش هو ده النادي الاهلي. وبعدين حاجه في حاجه ثانيه، النادي الاهلي لازم يبقى هو الفعل مش رد الفعل. يعني انت لما تروح تلعب فرقه المفروض ان الفرقه الثانيه عارفه ان انت النادي الاهلي، هي اللي بتيجي تحط طريقه اللعب او الخطه عليك انت، مابقاش انت يبقى انت رد الفعل. مثلا احنا شفنا النادي الاهلي وهو بيلعب بايرن، شفنا النادي الاهلي وهو بيلعب الدحيل، الدحيل كان نازل مباراه كان خايف من النادي الاهلي وكان باين بشكل كبير جدا في الشوط الاول بالذات. نزلت هاجمت، لعبت بالطريقه التقليديه بتاعتك، قدرت ان انت تحرز اهداف، ان انت تسجل في اول مباراه. ده اللي انا عاوزه، ده اللي انا عاوزه. وشفنا كمان الماتش الاخير بتاع فيتا كلوب، النادي الاهلي لما لعب بالطريقه بتاعته وصل قد ايه للجول وقد ايه ضيع فرص وقد ايه كان شكل النادي الاهلي كويس. وخصوصا لما يكون قفشه فايق كمان، يعني اتمنى ان قفشه، لان قفشه فعلا لعيب مهم جدا في النادي الاهلي. لما بيكون فايق الفرقه كلها بتبقى فايقه. قفشه لما بيبقى مستواه مش
مش عالي فبيأثر على شكل الأداء النادي الأهلي، فأتمنى إن هو يبقى في حالته البدنية وحالته الفنية، وإن شاء الله بإذن الله يعني زي ما قلت يا سام برضو استغلال الفرص مهم جدا في المباراة اللي زي دي. أنت أي فرصة لازم تجيلك لازم تستغلها بشكل كويس. طيب أي فرصة لازم تستغلها بشكل كويس، فمحتاجة حد يكون عنده ثقة في نفسه وعنده ثقة إنه يجيب هدف. وأنت شفت خلال المباريات اللي فاتت بواليا فقد الحتة دي شوية من وجهة نظر، خلاص انت قلت 4-2-3-1 ده دي الطريقة الأمثل للنادي الأهلي حتى على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم. طيب رأس الحربة وانت كنت لعيب مميز في الجزئية ديت، تفتكر ممكن نبدأ بمين او موسيماني بيفكر بداية بمين؟ وخلي بالك انت برضو مدرب وعارف ان لما بتفكر في البداية كمان انت لازم تفكر في البدائل. انا مثلا هزق محمد شريف عشان يبقى البديل معايا بواليا او مروان، لكن البدايه دايما بتكون مهمه. تفتكر من وجهه نظرك يعني من وجهه نظرك مين راس حربه اللي هيبدا مباراه النادي الاهلي؟ والله انا كمدرب لو يعني انت وجهه نظرك انا شايف ان بواليا بيقدم بشكل كويس بغض النظر عن الحاجات اللي بيضيعها والفرص اللي بتجيله وما بيستغلهاش كويس، لكن انا شايف ان هو هي حته برضه فيرود المحطه دي كابتن هاني برضه انا ما بحبزهاش قوي لان خلاص يعني انت دلوقتي الفيرود المفروض ان هو بيجيب جوال والكلام ده انا معاك، لكن بواليا انا شايف ان هو يعني بيتحرك كتير بيصنع فرص كتير لزمايله، عنده حته ان هو يفضل زمايله اماكن او ان هو يفضل زمايله فرص. انا شايف ان هو لعيب كويس، هو ناقصه بس حته التهديف دي اللي هي اللي فارقه معاه بشكل كبير جدا. والناس في مصر عامه بتبقى عايزه ان فيرود النادي الاهلي او فيرود النادي الزمالك او اي نادي تاني بغض النظر عن مين ان هو يحرز اهداف. يعني لما فيرود يعني خلاص احنا عارفين عماد متعب لما كان موجود، كابتن حسام حسن، الفراوده اللي كانت موجوده في مصر، فلافيو لما كان موجود في النادي الاهلي الناس كلها ما كلمتش عليها لما كان بيحرز اهداف، لكن انا شايف ان بواليا يعني يبدا بانسب واحد انا شايف. لكن مروان برضو بالفتره اللي فاتت بيقدم بشكل كويس وبينزل بيبقى ليه مردود كويس، لكن بدايه المباراه في الوقت ده وفي التوقيت ده والملعب ده محتاج لعيب باور، لعيب بيجري كتير، لعيب بيصنع فرص لزمايله. انا شايف ان بواليا انسب واحد. مين الاثنين اللي تحتي؟ قفشه طبعا يعني قفشه انا شايف ان هو قفشه انسب واحد موجود، واجاي وانا شايف ناحيه اليمين ممكن يبدا بطاهر. طاهر مش شحات، مش حسين، لا مش حسين برضو المردود بتاعه الفتره الاخيره مش هو ده مستوى حسين. حسين طبعا كلنا عارفين هو لعيب مهم جدا ولعيب يبان في الماتشات الكبيره، لكن طاهر برضو لعيب باور، لعيب التحامات، لعيب بيجري كتير، عنده حته الارتداد دي كويسه. انا شايف ان هو هيبقى مناسب في الفتره، لان انت الماتش ده كابتن برضو محتاج ان انت حته الارتداد بتاعك لازم يكون سريع ما تكررش سيناريو الماتش اللي في القاهره بالزبط. يعني لازم انا شايف ان الحته الدفاعيه كمان مطلوبه، احنا اتكلمنا على الحته الهجوميه ولازم ان احنا نستغل الفرص، لكن الحته الدفاعيه مهمه جدا برضو النادي الاهلي نتكلم عنها بالتفصيل بعد ما نروح لفصل ونرجع مره ثانيه في البيت الكبير. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن التشكيلة المرتقبة أمام فيتا كلوب من وجهة نظر كابتن هاني العجيزي اللي منورنا في البيت الكبير. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن خط الهجوم، هو رشح بواليا قدام وتحت منه قفشة وأجاي. كنا توقفنا عند الدفاع والناحية الدفاعية، فأكيد أكيد موسيماني هيأكد على اللعيبة أو الدفاع بشكل عام أنه يعني يواجه أو كيفية مواجهة السرعات المنتظره من فيتا كلوب بطل الكونغو ولا ايه يا كابتن؟ طبعا دي انا قلت فيها اتكلمت فيها برضو، قلت ان لازم في حذر كبير جدا من خط الظهر بتاعنا ان انت ما يدخلش في الجول. عندهم لعيبه مميزه جدا، عندهم اوبد مايامبا ده راس الحربه لعيب كويس قوي، هداف الفرقه جايب هدفين، عندهم أميدي مساسي رقم 14 وده لعيب مهم جدا تقريبا من ابرز اللعيبه اللي عندهم، لعيب في نص الملعب كي بلاير وكان ديفندر وبيزيد كمان بالظبط. لعيب كويس قوي وشفناه في المباراه اللي فاتت ليه تاثير كبير جدا على اداء فيتا كلوب. عندهم الباك اليمين شباني تقريبا وعندهم الباك ليفت، لا هم عندهم العناصر كويسه جدا والعناصر كويسه في اماكن مهمه يعني باك رايت وباك ليفت وراس حربه.
انا شايف ان الفرقه برضو هتبقى متعبه يا كابتن هاني. مش انت عندك في الباك الشمال لو ايمن اشرف مش جاهز هتعمل ايه؟ ايمن هيبقى جاهز، لكن انا بتكلم عليهم هم عندهم، بص هم عندهم مشاكل، ويمكن من افضل ماتشات وكان واخد يعني رجل الاسبوع كان حارس المرمى، كان متالق بالظبط كمان بطريقه غير طبيعيه. ما اعتقدش هيبقى هو بنفس المستوى او هيظهر بنفس المستوى. عندهم مشكله لسه في السرد باكين، ودي وضحت جدا جدا في المباراه. ده حقيقه. لكن عندهم على فكره كوليبالي، اسماعيل كوليبالي ده انا لعبت معاه في سموحه، كان لعب بطيء جدا ولعب الماتش اللي فات على فكره بتاع السرد باك. السرد باك طويل، هو كده كابتن الفرقه اسمه اسماعيل كوليبالي، وما كانش بيلعب معانا حتى في سموحه. انا استغربت حتى لقيته في فيتا كلوب بيلعب دوري ابطال والكلام ده، لكن هو لعيب بطيء عامه، مش سريع خالص، وكورته عارف ريتمه بطيء يا كابتن هاني، اللي هو بيباص بالراحه، سبرنت بتاعه ضعيف، ما بيعرفش يطلعوا الكره من تحت بصراحه. بالظبط بيعتمدوا على الرقم 14 في خروج الكره يعني. بالظبط. فانت ان شاء الله زي ما قلت، انت استغلال الفرص اللي تجيلك في اول مباراه دي مهمه جدا ان شاء الله. الحته الدفاعيه زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله يكون بدر بنون وياسر وايمن ومحمد هاني، ان شاء الله اي حد يلعب يبقى موجود ان شاء الله، يبقى في الفورمه بتاعته ان شاء الله. طب انت كنت اتكلمت على الجزء اللي قداماني، ويمكن في قلت يعني تتكلم على بواليا تحتيه ثلاثه، قفشه واجاييه وطاهر. مش الشحات. انا شايف طاهر. مش شايف ان ممكن موسيماني بيفكر، ويمكن بنرجع للسيناريو معاك المباريات اللي فاتت، دايما موسيماني عنده تغييرات او بيأجل الاوراق شويه، يعني مروان طاهر، محمد طاهر، صلاح محسن في ماتش الاسماعيلي. بالظبط الاوراق ديت اللي بيستغلها يمكن في وقت من اوقات المباراه، انه يخش ويسرع الريتم ويخلق فرص. صلاح اول ما نزل جاب جون رائع، طاهر يمكن بعد غيابه راجع بقوه. تفتكر ممكن، انا بتكلم معاك يعني نتناقش، ممكن جدا يبدا مثلا واليا حسين الشحات او محمد شريف؟ انت عارف فكره محمد شريف ساعات كمان بيلعب طرف يمين، ولا الفكره انت شايف انه لا الافضل يكون طاهر عندنا سرعات في الاول ونخلي حسين معانا كورقه؟ يعني ده انسب بصراحه ليا. انا شايف ان طاهر زي ما قلت لك يا كابتن هاني عنده حته البدنيه عاليه، حته الارتداد بتاعه دي حاجه مهمه جدا في الشوط الاول بالذات، لازم تامن بشكل كبير جدا ان انت لازم الارتداد بتاع الهافين بتوعك، الجناحين بتوعك لازم يبقى في كونتاكت بينهم وبين بعض، اذا كان اجايي وايمن اشرف او طاهر ومحمد هاني او وات ايفر مين اللي هيبدا، حسين او اي حد. الاسماء مش مشكله بالنسبه لي، الاسماء مين اللي يبدا، لكن انا شايف ان طاهر انسب واحد. وفي نص الملعب ديانج والسوليه، او ديانج برده وحمدي، ثلاثه ما شاء الله عليهم بيادوا بشكل كويس برده الفتره اللي فاتت. محمد هاني وايمن اشرف مفيش اختلاف طبعا، بدر بنون وياسر والشناوي، ده انا شايف انسب تشكيل النادي الاهلي. اعتقد مستر موسيماني برضو هيبدا كده، انا اعتقد ان هو هيبدا كده، مش صعب ان هو يبدا ب 4 3 3 لان المردود بتاعها في ماتش سيمبا ما كانش بالشكل، يعني ما فيش مجال انه يبدا باي خطه غير 4 2 3 1. ممكن ما هو 4 3 3 يا اما 4 2 3 1. لا في مباراه زي ديت مش هيبدا يعني باثنين فراوده، مستحيل. او لا اثنين فراوده اعتقد من خلال الماتش، يمكن الماتش اللي فات نزل لعب مروان ولعب بمحمد شريف، قراءتك ليه يعني ظروف الماتش بالظبط على حسب السيناريو. لكن هو السؤال بتاع سهام، ثلاثة في نص الملعب، وده فاجئنا، بعض المفاجآت بتظهر يعني فهم. ثلاثة في نص الملعب يقول لك طب برضو أأمن شوية الدفاع، أنزل أكرم مع حمدي أو مع ديانج وعمرو السولية، نقفل الحتة دي شوية، بالرغم إنها ما مشيتش شوية في ماتش سيمبا. لكن الجزء اللي بتكلم عليه هو التوازن، عايزين نكسب، وعايزين نكسب إن شاء الله، مش هقول بسرعة لكن نكسب المباراة. إنك تكسب المباراة وعندك فريق بيعتمد بشكل كويس قوي على الكاونتر اتاك وعلى السرعات اللي قدام، تربك شويه الحسابات بالنسبه لخط النص، ولا انت شايف المهام تختلف بقى لديانج؟ المهام تختلف. انت قلت المهام، يعني المهام ممكن قفشه، يعني قفشه ممكن المهام بتاعته في، يعني انت ممكن تغير طريقه اللعب من خلال برضو الناس اللي موجوده، مش شرط ان انت تلعب صريح بثلاثه ديمدرات، لا انت ممكن قفشه المتطلبات بتاعته في المباراه ان انت قفشه لا هتبدا مثلا اول نص ساعه مثلا او ربع ساعه لحد ما الجهاز الفني يقول لك تتحرك ازاي، تبدا مثلا بثلاثه في نص الملعب. وقفشه يعني قفشه قدها قبل كده في كذا مباراه وكان كويس، يعني كان ساعات بيبقى هو ديانج مثلا او هو السوليه كان بيأدي بشكل كويس، بس الحته الدفاع بتاعته مش كويس. انا معاك ان هي مش هتبقى زي الثلاثه الديفندر اللي هم الصراح، لكن او الادوار تتغير يعني، ان ممكن انت على حسب يعني ثبت مثلا ديانج بلاش بالزبط. انت تتقدم وخلي عمرو هو اللي يتقدم وترجع 10 دقايق ربع ساعه، ويبقى مثلا عمرو اللي ثابت وديانج، يعني ما نطيرش الاثنين بتاع نص الملعب، لان ده اللي كان بيحصل في المباراه الاولى، ان احنا كنا بنهاجم قوي
فالكره بترتد عندهم سرعات فبيمسكوها يا دوبك ديانج بيلحق عمرو السوليه بيلعب. عمليه الحرص بس ان الكور المرتده دي تكون فيها تامين اكتر شويه يعني. والله كابتن هو الحاله برضو بتاعت اللعيبه طبعا بالزبط. مستر موسيماني هو شغال طول الاسبوع عارف الانسب مين اللي هيقدر ينفذ التكتيك بتاعه او الشغل بتاعه اللي هيقدر يقوله. احنا كلنا باجتهادات بالظبط ممكن نفسنا يعني. طبعا يبقى انسب تشكيلي هو اللي يتحط او انسب اي احنا زي ما قلنا مش يعني موضوع الاسماء ده انا بالنسبه لي مش فارق معايا اهم حاجه 11 لاعب في الملعب هم اللي هينزلوا هيموتوا نفسهم مباراه انا شايف المباراه دي مباراه البطوله بصراحه النادي الاهلي ان شاء الله لو قدر ان هو ياخد 3 بونت دول هيفرق معاه بشكل كبير جدا بالظبط يعني انا شايف ان هي مباراه مهمه جدا 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 هتفرق مع النادي الاهلي كتير هتحطه في حته تانية خالص هيبدا يفكر بقى في مباراه سيمبا اللي جاي ويبدا الشغل ليها بشكل كبير ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا اي حد يبدا المباراه دي يبقى كويس ويبقى في الفورمة بتاعته إن شاء الله. كنت أول ما بدأت كلامك اتكلمت عن الظلم التحكيم اللي تعرض له الأهلي من الحكم رضوان جيد الحكم المغربي. لما نتكلم عن التحكيم الأفريقي الأهلي يعني بيعاني يعني عنده مسلسل من المعاناة بسبب التحكيم الأفريقي وده عكس اللي بنشوفه في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مثلا. نعم يعني إيه اللي النهاردة المفروض الكافي يعمله علشان نتخذ اجراءات بانه يطبق بقى الفار من اول دور المجموعات اللي جاي ان شاء الله. بص يا رهام هو النادي الاهلي خد البطوله السنه اللي فاتت ازاي؟ عشان كان في تحكيم عادل. يعني انا شايف ان السنه اللي فاتت في الادوار اللي هي الادوار المهمه الادوار الاخيره النادي الاهلي كان في حكام على مستوى كبير جدا وهم اللي كانوا بياخدوا مهام المباريات المهمه بالظبط اللي قبل النهائي والنهائي عشان كده المباراه البطوله خرجت بشكل سلمي وبشكل مشرف عكس السنين اللي فاتت يا كابتن. انا طبعا كلنا فاكرين طبعا مباراه الترجي الشهيره بتاعت انرامو وبتاعت ضربه الجزاء قصدي الطرد بتاع ايمن اشرف في النهائي برده في 2018 تقريبا او 2017. فالسنه النادي الاهلي عانى السنين اللي فاتت فعلا عانى بشكل كبير جدا وزي ما قلنا لما بقى في فير في السنه اللي فاتت في البطوله النادي الاهلي خد البطوله وهو مرتاح وباداء كويس وباداء مشرف ولكن طبعا بنرجع تاني لنفس الموال تاني وضرب الجزاء يعني انا بتفرج على الماتش يعني غريبه جدا والله العظيم كابتن انا اتخضيت انا قلت ده لا هي كمان يا باني تهاني بعد الاعاده لا ده الاعاده كارثه تانية يعني وانت بتتفرج يعني حتى الجزء من الثانيه طب لكن لما تعادت لا دي كارثه يعني بجد والله العظيم كارثه يعني انا برضو حته الفار دي مش عارف مش موجوده ليه في دوري المجموعات مستغربها برضو جدا يعني انت ممكن تظلم فرقه زي الماتش اللي فات ده يعني ضيع بطوله على فرقه كبيره زي النادي الاهلي وبطوله مهمه للنادي الاهلي لكن النادي الاهلي لازم نخلي بالنا هاني من التحكيم هناك أكيد يعني برضو اكيد طبعا احنا كلنا ثقه في التحكيم وبنتكلم لكن دايما الحكم الافريقي بيتحط وخاصه ما فيش فار برضو فانك برضو دي تعليمات للعيبه بتاعت خط الظهر اللعيبه بتاعت نص الملعب ان خلي بالك من ال 18 خلي بالك انك ما في حاجه ركزها بحاجه جدا الحاجات دي مهمه جدا انك ما تديش كمان فرصه لحد انه يستغل خطا منك بالظبط يعني الحاجات اللي فيها كمان او الحاجات اللي فيها بيبقى فيها شكوك او حاجه زي دي خلي بالك احنا فعلا كنا في ماتشات كتيره بنيجي نقولها مثلا بيبقى في حكم عارفينه ان هو مثلا بيدي انذارات كتير او ان هو مثلا بيحسب فاولات كتير او بيحسب ضربات جزاء كتير كنا يعني اي لعيب مثلا داخل على لعيب او في احتكاك بينه وبين التكير بتاع مش عارف ايه بيبقى في حرص طبعا اتمنى طبعا الحكم يبقى الموجود عشان كده دايما نقول كابتن انه الماتشات اللي زي دي الماتشات الحاسمه دي ماتشات خبرات اللعيبه بقى طبعا تتحكم طبعاً فيها خبرات اللعيبه بشكل كبير انا حتى اتكلمت في اول الحلقه وقلت اللعيبه كبيره ليها دور كبير جدا في المباراه اللي زي دي بس انا برضو يعني بتمنى ان الحكم اللي جاي ان شاء الله يكون على قد المستوى لان لو في حاجه حصلت في مباراه زي دي المباراه الجايه دي هيبقى مشكله كبيره جدا هتبقى مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي يعني. لكن ان شاء الله باذن الله ما نحتاجش للحكم ولا نحتاج لقراراته النادي الاهلي ان شاء الله كلنا واثقين فيهم ان هم يحققوا المطلوب او المردود منهم ان شاء الله ويطلعوا بالمباراه بالثلاثة بونت في نفس الوقت تقريبا هيتلعب مباراه سيمبا والمريخ شايف ان الوضع العام لفريق المريخ خلاص الموضوع هو بره المسابقه تماما بالرغم هو يمكن يتعادل المباراه اللي فاتت
في فرص ان المريخ انت ساعات بتبقى الفرقه انا بره خلاص فبتدي له بيلعب يعني بيلعب بأريحيه بدون ضغوط، ممكن ده ياثر على النتيجه يبقى في نتيجه غير متوقعه لمباراه سيمبا والمريخ. اتمنى طبعا المريخ يادي بشكل كويس طبعا لكن هو زي ما انت قلت يا كابتن هاني ان وضعه في جدول المجموعه ان هو خلاص ما فيش امل بالنسبه له، هو كل تركيزه على مباراه النادي الاهلي. خلينا نكون صراحة يعني النادي الاهلي طبعا لما بيروح السودان كلنا عارفين اهميه المباراه بتبقى عامله ازاي والناس كلها بتبقى مستنيه النادي الاهلي ان هو يجي السودان. هنشوف المباراه هتمشي ازاي والسيناريو بتاعها هيمشي ازاي، بس انا اعتقد ان سيمبا المباراه بالنسبه له هتبقى اسهل بكتير يعني من مباراه النادي الاهلي، واتمنى ان يعني من المريخ ان هم يقدموا شكل كويس او مردود كويس لان طبعا النتيجه هتاثر على على ترتيب المجموعه بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله يكونوا في الفورمه بتاعتهم ويقدروا يعملوا مباراه كويسه مع سيمبا ان شاء الله. عامل ايه مع سموح؟ الحمد لله الحمد لله تمام ماشي في المركز السابع دلوقتي برصيد 22 نقطه. كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه يعني بيقدم مستويات رائعه جدا الموسم ده، هو معانا على التليفون علشان يكلمنا اكتر عن ادارته طبعا الفنيه لفريق نادي سموحه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا ازي حضرتك. اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن. ده كابتن هاني. مبروك كابتن هاني الكبير. حبيبي يا كابتن منورنا طبعا، وزي ما سامي بتقول موسم اكتر من رائع مع سموحه وفوز كمان كبير قوي على اسوان 5-0 نتيجه كبيره، واكيد النتيجه دي واتكلم مع هاني لسه بتدي ثقه للجهاز الفني وبتدي ثقه للعيبه، وعايزين نبارك لك الاول وعايزين نقول لك يا هاني الصغير عامل معاك ايه في المشوار التدريبي. لا لا يعني هاني لجدي ان شاء الله يبقى مشروع مدرب كبير، وان شاء الله باذن الله يعني هو في مرحله ان هو يعني عامل سبورت كويس في الجهاز، وان شاء الله يبقى يعني نكسب مدرب كبير ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. اصبحتوا ملوك التعادلات يا كابتن احمد، كنا بنقول كده في الانترو انتم ما شاء الله يعني تعادلتوا 10 مباريات خسرتوا مباراه وحيده في الموسم ده. يعني هو يعني بقول لك يعني موضوع التعادل كتير طبعا بتبقى حاجه بتبقى حاجه مش كويسه، بس في نفس الوقت انت ما بتتغلبش، دي حاجه برضو ميزه كبيره عشان تحافظ على الاستقرار النفسي للعيب. انا في ماتشات كتير جدا كنت من وجهه نظري كان ضيعنا فرص كتير جدا كنت استاهل ان انا اخد المكسب. بس طبعا ما كانش بيحصل لان الدوري صعب، مفيش فرقه بتنزل مكسب في الدوري السنه دي، الموضوع صعب بالتالي. بس احنا يعني احنا بشكل عام احنا ماشيين كويس يعني بخطى ثابته يعني، وقدرتوا ان انتوا تحققوا مكسب كبير جدا على اسوان 5-0 مش كده؟ يعني بخطى ثابته افتكر يعني كابتن احمد يعني تجربتك لفته نظر الجميع الموسم ده تحديدا مع سموحه. والله بصي انا يعني انا بدات السنه اللي فاتت والحمد لله فنشت خامس، عملنا برضو حاجه كويسه السنه اللي فاتت. السنه دي التعادلات دي لما يكون في وسطها مكسب بيدي برضو ايه يعني تحس بقيمه التعادلات، ده احسن من لما بتتغلب. بس لو كنت يا كابتن كسبت ماتشين ثلاثه اعتقد اولا طبعا الاداء رائع، خلينا نتكلم بكل امانه، ويعني في طفره حصلت في نادي سموحه بعد توليك المسؤوليه بشكل كبير جدا، حاجات كتير قوي ايجابيه. ولكن وانت كمان مدرب وانا عارف هاني لما بنفكر لو المباراتين ثلاثة لو بعد التعادل كنا كسبنا كان زماننا دلوقتي على الأقل في المركز الرابع في المركز الثالث. بتصلح الكلام ده ازاي على المستوى الفني انك بتأهل لعبتك انك اول حاجة انك ما تفرطش في الفوز، وانك مباراة التعادل زي ما انت بتقول يعني التعادل احسن طبعا من الهزيمة، لكن انا في رأيي ان لما تكسب 3 ماتشات احسن ما تتعادل 5 ماتشات او 6 ماتشات، فبتحل ازاي دي يا كابتن على المستوى الفني داخل الملعب يعني؟ يعني على المستوى الفني انت عندك مشكله كانت موضوع الفرص. احنا بشكل كبير جدا بنشتغل مع اللعيبه سواء بشكل فردي او بشكل جماعي. تمام. والشكل الجماعي مهم جدا بالنسبه لي، الشكل الجماعي هو ده اللي بيدي قوه للفرقه. صحيح. حته التركيز على لعيب واحد هو اللي بيجيب الاجوان زي حسام حسن برضه بتبقى حاجه كويسه ان عندك هداف كبير زي حسام حسن، بس برضه حته تنويع اللعيبه اللي بيجيك واحد. صحيح.
يعني عندنا برضو اكتر من لعيب، عندنا مصطفى فتحي، عندنا حمدي، احمد عبادر، عندنا كبير الوادي، عندنا حتى من منعم سردباك او رجب مديل بالنسبه للكور الثابته. فالموضوع حته التنويع الهدافين دي حاجه كويسه واشتغلنا عليها بشكل كبير، وحته التصميم عند اللعيبه. وحضرتك ادرى كابتن هاني مدرب كبير برضو، ادرى ان 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 حته التصميم ان انت دايما تعمل ضغط على اللعيبه بشكل ايجابي، ان هم حته الفرص ان هي تجوها وتستمروا في المحاوله، دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. طبعا اكيد اكيد. على ذكرك لحسام حسن رايح فين يا كابتن؟ هيروح فين؟ ده احنا حاولنا ناخد الاجابه من هاني العجيزي تحت الهوا بس ما عرفتش لا انا ولا حاتم الشربين الحقيقه. قول لي انت اللي هتقول لي. هاني ما يعرفش. هاني ما يعرف، هو على فكره ما يعرفش فعلا. انا قلت له كده والله. مش مخباش علينا، انت اللي عارف. لا ان شاء الله السنه اخر السنه باشمهندس فرج هو اللي طبعا هنتكلم على حسام، طبعا لعيب كبير وهداف، اعتقد هداف الدوري دلوقتي بثمان اهداف. دي النقطة اللي بكلمك فيها بقى كمان ان شاء الله على المستوى التدعيمات. انت لو هتستغنى على حسام حسن اكيد بتفكر دلوقتي في راس حربة بديل بالنسبة للموسم القادم. وانا عارف يمكن كابتن احمد ناجي كمان، تحياتي طبعا للكابتن احمد ناجي اللي عمل طفرة كمان على مستوى حراس المرمى، والهاني سليمان مرشح ان يكون موجود في منتخب وكان بيثني على شغلك، ودايما بيقول ان الكابتن احمد سامي بيفكر كمان لقدام، ايه البلان اللي قدام. يا ترى كابتن احمد سامي شايف او حاطط عينه على عنصر هنقول اجنبي او مصري لخلافه حسام حسن بعد يمكن رحيله في الصيف، ولا لسه الامور مركز بس في الدوري السنه دي وتحقيق مركز كويس يا كابتن؟ بص يعني كلام حضرتك بتقوله كلام صح، بس يعني حته برضو التركيز دلوقتي مهمه جدا، وانت في وسط التركيز ده بيطرد عليك حاجات. صحيح. لكن هي مش واخده التفكير قوي، يعني انت الدوري صعب، واحنا يعني حته المراكز احنا بنتكلم مع اللعيبه على حته تجميع الابناط بشكل معين لغايه ما توصل لمرحله معينه، ومن خلال المرحله دي تبني طموحك. صحيح. انت عايز توصل للفينش، لكن انا ما بقولش دلوقتي للعيبه احنا عايزين نروح نبقى تاني نبقى تالت، لان الكلام ما بقاش كده متوازن خالص. لا لازم يبقى حته الطموح دي على مراحل، ما يبقاش تدي اللعيب الجرعه مره واحده. ممكن يحصل، لكن حته حسام حسن طبعا، حسام حسن ده انا بقول لك يا كابتن هاني، لا انا يعني طبعا انا مربيه من ما كنت ماسك الجيش، طلع الجيش لا حسام حسن من رصاص الحربه الثقيله اللي برضه مش واخد حقه في اعلاميا. يعني هو احسن يكون ماشي كده جنب الحيطه احسن، ساعات بتبقى احسن تبقى ماشي جنب الحيطه احسن. وبعدين يا كابتن احمد انا موجود خلاص، يعني لو حسام مش انا موجود خلاص. هاني هو هاني جاهز ما شاء الله، فت كمان. لا ما شاء الله فت، وكمان بيقوم بدور دوت مع المهاجمين، بيلعب يعني في التقسيمات، اكيد بيلعب في التقسيمات يعني. لكن لا ممنوع يا كابتن، ما بيرضاش خالص يا كابتن احمد. والله العظيم انا بسمع ان انت شخصيتك قويه جدا جدا على اللعيبه، بس يعني شخصيتك قوية، وده يمكن اللي مأثر أصلا على يعني حتى الأرقام واللي احنا بالأداء اللي احنا بنسمعه وبنشوفه. أكيد مش حكاية كده، واحنا عاملين رولز في الفرقة وفي انضباط، اللي بيخرج عنها بيتعاقب، لكن اللعيبة أنا بعاملهم كأولادي أو أخواتي الصغيرين، لازم التعامل عشان تاخد منتج كويس من اللعيبة، لكن حتة الشخص والكلام ده لا يعني مش موجود. في قواعد وفي اللي بيخرج عنها وهو بيتحكم. لا طبعا بغض النظر عن اي حد كبير او صغير. صحيح صحيح، الرولز ده مهم جدا يا كابتن، بس يعني خلي هاني بس في التقسيمه يخش شويه. عايز اسال حضرتك اخر حاجه عن اللي جاي، عندك مباراه مصر المقصه، بعديها مباراه غزل المحله، ومباراه النادي الاهلي، ثلاث مباريات خلال الدوري او من خلال مشوار الدوري، الهدف منهم ايه؟ وهل حضرتك خلاص مع الاداره خلاص عندنا تارجت السنه دي ان احنا نكون متواجدين في المربع الذهبي، ولا لسه التارجت على اساس الدور الثاني ونشوفه في الدور الثاني يا كابتن؟ يعني هو طبعا باشمهندس فرج هو طول عمره يعني انت حضرتك ادرى وعارف هو عايز يبقى المربع الذهبي على طول، انا عارف. هو طموح جدا، والطموح ده عندنا برضه، بس هو في نفس الوقت اللعيبه كابتن هاني لما يكون انا مثلا عندي في الفرقه لعيبه 99 كتير،
فانت لما بتضغط بشكل مش مناسب على اللعيب عشان يفكر في حاجه لسه بعيده مش حاجه كويسه، لازم بالتدريج تيجي النتيجه عكسيه طبعا. صح. بالظبط. فانت يعني كل مكسب انت بتعمله، كل خطوه انت بتعملها بتدي ثقه للعيبه اكتر. وخلي بالك التجارب الكتير هي اللي بتعمل خبره طبعا. الموضوع الخبره دي بتيجي كده يعني، لما اجرب اللعيب ويلعب ويبتدي يجرب ويخفق مره وينجح مره، هي دي اللي بتعمل الخبره. صحيح. صحيح. بس يعني حته الطموح، هي الطموح موجوده جدا بشكل كبير، بس بتبقى موجوده في اوقات احنا بتبقى لازم احنا نزق اللعيبه او نضغط عليهم بشكل ايجابي. صحيح. صحيح. احنا بنشكرك يا كابتن احمد جدا، موفق ان شاء الله في مشوارك مع سموحه ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا يا كابتن. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بنكمل مع حضراتكم هنا في البيت الكبير مع الكابتن طبعا هاني عجيزي. في بدايه الحلقه طرحنا سؤال على مواقع الاتصال الاجتماعي، على صفحاتنا المختلفه في السوشيال ميديا، بتتوقع النتيجة كام أمام فيتا كلاب؟ أنت النهاردة بتواجه فريق قوي جدا، منافس قوي، قدر أنه هو يلعب بشكل منظم جدا، والحقيقة أداؤه يمكن لافت في مجموعة الأهلي. فسؤال حلقتنا الموجود زي ما حضراتكم شايفين، متوقع أو متوقعتي كام النتيجة، تخلص على كام؟ طبعا هنبدأ بالفيسبوك كالعادة. أستاذ بشوي فوزي بيقول إن شاء الله فوز الأهلي 2-0. أستاذ صلاح عجوة قال إن شاء الله فوز الأهلي 1-0. محمد علي قال إن شاء الله يفوز الأهلي 2-0 برضو. في أستاذ مصطفى الشوشة، أستاذ مصطفى بيقول إن شاء الله الأهلي يفوز 2-1. أستاذ عبد الرحمن ممدوح بيقول 2-0 لصالح الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يا رب إن شاء الله. ده كان على مستوى الفيسبوك. على مستوى تويتر، وأحمد جميل بيقول إن شاء الله كلنا ثقة في رجالتنا وبأمر الله نكسب 2-1. حمودة بيقول برضه على تويتر إن شاء الله الأهلي 2-0. أنور المصري بيقول 1-0 بقدم أبو خالد. طبعا أبو خالد بيقصد بيه أجاييه. أحمد صالح بيقول 2-1 للنادي الأهلي إن شاء الله. مصطفى محمد بيقول فوز الأهلي بطل أفريقيا 3-0. برضه على تويتر رجب النجار بيقول ان شاء الله 2-1 للنادي الاهلي. معظمها اتنينات يعني ان شاء الله. يا رب يا رب. حتى استاذ عبد من على انستغرام برضه، استاذ عبد 2-0 للاهلي. نورمين قالت ان شاء الله 2-0 للاهلي. معاذ وليد 2-1 للاهلي. 1-0 للاهلي ده استاذ فؤاد. ماهر الطنطاوي 1-0 للاهلي. هاني عجيزي يقول ايه؟ 1-0 للاهلي. 1-0 للاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. المباريات اللي زي دي هاني في شباك كتير، مش انت مش متوقع ان في فرص كتير للاهلي، مش متوقع اهداف كتير، والمباريات اللي زي ديت بتبقى مباراه نتيجه بغض النظر عن الاداء. انت عايز تكسب بالمباراه عشان تعدل يعني وضعك في المجموعه يعني. بالظبط. هو النادي الاهلي ان شاء الله انا شايف ان هو هيقدر يحرز هناك هدف، والمباراه تخلص 1-0 ان شاء الله. انت توقعت على فكره مباراه الاهلي والزمالك، قلت النادي الاهلي هيكسب 2-1 بس قلت افشه واجايه. طيب ماشي يعني. فرقت. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. 1-0 مين ممكن يجيب جون؟ قفشه. انا متوقع قفشه، لازم يقول انا متوقع ان شاء الله اي حد ان شاء الله، اي حد يحرز الهدف، اي حد يكسب، بس ان شاء الله نكسب باذن الله. ان شاء الله. هني بتقول الكابتن احمد سامي، طبعا كابتن احمد سامي يعني مدرب كبير وعنده خبرات كبيره كمان، وبيأدي اداء اكتر من رائع. انت تجربتك معاه ازاي على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي يعني؟ والله يا كابتن هاني، يعني انا بقالي 3 شهور مع الكابتن احمد. حاولت الحمد لله ان انا اتعلم منه حاجات كتيره جدا. عجبني فيه شخصيته قويه جدا، وفي نفس الوقت عنده ميزه كبيره جدا ان هو بيقدر يتعامل نفسي كويس قوي مع اللعيبه. ده مهم طبعا. يعني اللعيبه قريبه منه جدا. في رولز انت ماشي عليها في النادي، وفي حاجات ما ينفعش ان انت تتعداها كلعيب، لكن هو بيتعامل مع اللعيبه بشكل احترافي كبير جدا. ده بالنسبه للشكل التعامل النفسي، لكن حته الفنيات
انا شايف مش عشان والله العظيم بجد مش عشان ان انا موجود في الجهاز او حاجه، لكن هو شخص مجتهد جدا بيروح النادي. كابتن احمد كابتن هاني والله من الساعه 10 الصبح قبل التمرين بساعتين ثلاث ساعات، بيمشي الساعه 10 بالليل، ما بيروحش في اي مكان خالص. كل تفكيره في الفرقه، كل تفكيره في النادي، ازاي ان هو يهيئ للعيبه كل سبل النجاح. الراجل بيشتغل بضمير، بيشتغل بيكافح مع اللعيبه. باشمهندس فرج برضو مش عايز انساه بصراحه، الراجل موفر كل حاجه للنادي للنادي وللفرقه. استقرار كمان اهم حاجه يمكن. مهندس فرج اهم حاجه اللعيب في كذا مداخله يمكن بالظبط. هو الكابتن احمد لما بيطلب اي حاجه من الباشمهندس بصراحه في ثانيه بينفذها له على طول، اسكات كفاءات او اسكان مثلا معسكرات او اسكان اي حاجه، ادوات حتى التولز كل حاجه بخصوص الفرقه. الحمد لله احنا جهاز فني بصراحه. انا شايف ان هو في يعني عاملين حاله كده، عارف يعني معانا الكابتن احمد ناجي برضو معانا. انتوا عندكم اعلى يعني، ما فيش ادوات عند كابتن احمد ناجي في حراسه المرمى؟ يمكن جلنا هنا قريب وعرضناها حتى يعني اجهزه كده وحاجات ما مش في حته غير في سموحه يعني. في جهاز دافع الكوره كده الكابتن احمد ناجي بيشتغل بيه، وفعلا مدي مردود كويس قوي من الحراس، اذا كان هاني او اذا كان عمر او اذا كان تيمور. في معانا اربع حراس هايلين، كابتن احمد ناجي بيشتغل معاهم بشكل كبير جدا، وباين زي ما الكابتن هاني قال، باين مستوى هاني سليمان الفتره الاخيره مستواه ارتفع بشكل كبير جدا. معانا كابتن احمد صالح من نادي الزمالك، شخصيه جميله وشخصيه محترمه. انا حبيت اشكر الناس النهارده، كان اول مره اطلع في قناه النادي، حبيت ان انا اقول لهم ان انا سعيد ان انا موجود معاكم، ويا رب ان شاء الله نحقق حاجه كويسه للنادي يعني. كمحلل اداء افضل ولا في سموحه افضل؟ بامانه بالنسبه لي بتفضل ايه يعني؟ لا الاثنين طبعا، الاثنين لا مفيش حاجه اسمها الاثنين، طالما بيحب في حاجه اسمها حاجه بفضلها عن حاجه، في حاجه انا شايف نفسي فيها اكتر عن تقريبا عن حاجة. هو المدرب ده هو الملعب، ده حياته. لكن لما بتجيب المدرب وبيتكلم على الكوره فبالنسبه له الامور واحده يعني، مفيش بيحس ان هو بيحس انه في الملعب يعني. بتحس انك في الملعب، اللي انا لو مكان كنت قلت كذا. وجودك في الملعب ده سام يعني موضوع، ده اهم حاجه للمدرب يعني او لاعب الكوره عامه. لازم تبقى موجود رجلك وانت موجود في الملعب، دي حاجه يعني حاجه كبيره للمدرب وللعيب. نشكرك جدا، ربنا يخليك، شرفتنا وموفق في مشوارك مع سموحه. ان شاء الله انا سعيد اني موجود معاك، ورب دايما كده تالق، وان شاء الله اجي لكم بعد المباراه نكون فايزين باذن الله. اجيب الجون أفشل ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك هاني، وبالتوفيق اولا في مشوارك التدريبي، كل التوفيق لنادي سموحه، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك. مشاهدينا خلصت حلقتنا، بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء من 10 لواحدة في البيت الكبير، الساعه 11 بكره باذن الله. اتفضل.